السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم يا حبايبي؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بألف صحة وألف خير. معكم أم أحمد من مطبخي، مطبخ البيت المعمور. ان شاء الله النهاردة هنعمل مع بعض المقلوبة باللحمة الضاني، أحلى مقلوبة بأمر الله. طبعا هنحضر اللحمة بتاعت المقلوبة الأول، دي الصينية اللي هندي اللحمة فيها صدمة. طبعا هنولع على الصينية، وبعد كده هنحط معلقة زبدة مقدوحة فيها، طبعا زبدة سمنة اي حاجة الموجودة عندكم. وطبعا هنسيب الزبدة تفك، وبعد ما الزبدة فكت طبعا هنحط في الصينية اللحم، وما اللحمة تتحمر من ناحية بنقلبها على الناحية التانية. هخلص كل كمية اللحمة بالشكل اللي عملناه مع بعض وارجع لكم. شوحتها، حطيتها في الحلة اللي هنسلقها فيه، ودول حبيتين قوطه متقطعين اي حاجه، وفلفلايه وجزرايه متقطعه دواير هحطها على اللحمه، وبصلايه كبيره مفرومه في الكبه وعصره منها المي، وطبعا ميه البصل بنرميها. ودي التوابل اللي هحطها على اللحمه، معلقه فلفل اسمر، معلقه ورق لورا مفروم، مكعب ماجي، وطبعا لو مفيش ورق لورا مفروم بنحط 4 ورقات لورا. وبعد كده هحط المية، مية سخنة طبعا. وبعد ما حطيت المية على اللحمة وكل المكونات، وبعد كده هغطي اللحمة، وطبعا واللحمة بتستوي لو عزت مية بنحط لها. هسيب اللحمة تستوي وبعد كده اشوف هنعمل ايه. وطبعا على ما اللحمة تستوي دي الطاسة اللي هنقلي فيها البتنجان والبطاطس والفلفل، وطبعا هنسيب البطاطس تاخد لون وارجع له. وبعد كده هقلب البطاطس، وبعد كده هنطلع الباذنجان. وبعد ما اللحمة استوت معانا هنحط لها الملح، نص معلقة فلفل اسمر، نص معلقة ورق لورا مفروم، وطبعا الملح على حسب الكمية اللي انتوا عاملينها. وبعد كده هسيب اللحمة تغلي دقيقتين مع الملح والتوابل اللي احنا حطيناها، وبعد كده ارجع لكم. وبعد ما سلقنا اللحمة مع بعض وقلينا البتنجان والفلفل والبطاطس، دوت الرز اللي هنعمل به المقلوبة. طبعا الرز دوت على حسب الكميه اللي انتوا هتعملوه، ممكن تعملوا نص كيلو، ممكن تعملوا ربع كيلو، ممكن تعملوا كيلو، على حسب الكميه اللي هتعملوه. وطبعا الرز دوت بغسله كويس، وبعد كده بنقعه قبل ما بعمله نص ساعه. ودي التوابل اللي هنحطها على الرز، معلقه قرفه، معلقه بابريكا، معلقه كركم، مكعب ماجي، كل التوابل بمعلقه صغيره. وبعد كده هقلب كل التوابل اللي حطيناها دهيت في الرز، وطبعا ما بنحطش ملح عشان الشوربة عليها ملح وعليها كل حاجة. طبعا بنوزع التوابل كويس جدا في الرز. وبعد ما قلبت التوابل في الرز كويس، وبعد كده هنشوف هنعمل ايه. ودي الحلة اللي هنعمل فيها المقلوبة، ودول 3 حبات طماطم متقطعين دوائر هنحطهم في الحل. بعد كده هحط اللحمة، وبعد ما حطيت البطاطس هحط الفلفل، وبعد كده هحط البتنجان، وبعد ما رصيت كل المكونات في الحلة بعد كده هحط الرز. وبعد كده هحط الشوربة. هنحط قطع الجزر دهيت اللي كانت في الشوربه، وبعد كده اقفل الحله بالبتنجان كده،
وبعد كده هحط الرز على البوتاجاز وما يتشرب كل الشوربة اللي حطناها، وبعد كده نروح موطين البوتاجاز على الرز يستوي على نار هادية. هحط الرز يستوي على البوتاجاز وارجع له. وبعد المقلوبة ما استوت وبعد كده هنقلبها مع بعض. وادي المقلوبة باللحمة الضاني بعد ما عملناها خطوة بخطوة مع بعض اهي. الطريقة دي للمقلوبة روعة فوق الوصف، خيال. اعملوا المقلوبة باللحمة الضاني او بأي لحمة، مش لازم لحمة ضاني، اعملوا المقلوبة باللحمة بطريقة ام احمد وبأمر الله روعة. ولو عجبكم الفيديو لايك وشير واشتراك للقناة، وبدعواتكم يا حبايب قلبي، حبكم في الله الف هنا وشفا، شير في الخير. نلتقي في فيديو جديد، سلام.